والسادة المشاهدين معانا طبعا على التليفون الحكم الدولي ناصر عباس. مساء الخير عليك يا كابتن. حياتي كابتن هاني، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان، وتحياتي لضيفك الكريم. طبعا الجدل التحكيمي في العالم كله، يعني ما فيش مباراه تخلو من الجدل التحكيمي، ويمكن حضرتك لو تابعت اكيد مباراه ليفربول واتلتيكو مدريد، وكان في لقطه جدليه يعني ما بين طبعا اشهار البطاقه الحمراء لكريزمان لاعب اتلتيكو مدريد في وقت صعب جدا، وبعض الانتقادات على الحكم هل يستحق هذا الكارت الاحمر المباشر ام كان يكفي الانذار، او يعني تحليلك الفني لطرد جريزمان في مباراه اتلتيكو مدريد. تمام كابتن هاني، احنا شفنا امبارح بطاقه حمراء تم اشهارها فورا نتيجه جريزمان لما يعني دخل، بنقول ايه، الدخول في الوجه كابتن هاني، الوجه دوت منطقه حساسه جدا جدا جدا. صحيح. البعض بيقول يمكن هو مش واخد باله او مش قصده او هو ما شافش، ولكن القانون هنا كابتن هاني ما فرقش ما بين ان هو شاف او ما شافش، القانون هنا بيتكلم على الحدث ذات نفسه. لما تبقى الرجل رايحه مفروده في الوجه مباشره يا كابتن هاني، مباشره واستخدم فيها قوه زايده، هنا طبقا للقانون ما فيش فيها الجدل، البطاقه الحمراء يتم اشهارها فورا، ودوت اللي حدث بالفعل. الحكم لم يتردد في اشهار البطاقه الحمراء، يشوف هنا الرجل مفروده، هو يمكن ما شافش، ولكن العبره بالحدث او بالواقعه ذات نفسها كابتن هاني، هنا الاسترداد رايحه في الوجه، والوجه ده منطقه حساسه جدا جدا جدا، لما يبقى اللعبه بالشكل دوت لابد ان الاشهار فيها البطاقه الحمراء، وقرار الحكم كان فيها قرار صحيح 100%. يعني كابتن برضه هاخد من كلامك العمليه، لان في فعلا ناس كتير اتكلموا ان هو جريزمان ما كانش شايف الخصم، وهو كان باصص لاتجاه الجون والكوره عدته فلف بدون ان ينظر ان في تواجد خصم، حتى كان في لاعب من اتلتيكو مدريد بجانب لاعب ليفربول، وبالتالي كانوا بيقولوا ان ممكن تكون العقوبه اقل، يعني بالنظر ان هو ما فيش جزء التعمد، ان هو بلغه الكره كده مش قاصد انه يعني يصيب لاعب ليفربول. تمام كابتن هاني، تمام، كلامك محترم جدا جدا، بس انا هنا بعاقب اللاعب على المخالفه، وشده المخالفه هنا كابتن هاني كانت الشده عاليه جدا جدا. احنا قلنا المخالفه بيبقى في حاجه اسمها اهمال وتهور واستخدام قوه زايده. الاهمال احنا قلنا مفيش فيه بطاقه، التهور هو يعتبر يمكن فوق الاهمال بدرجه، فالحكم بيشهر البطاقه الصفراء. هنا الحمراء بتيجي هنا للعب العنيف، هنا في لعب كابتن هاني، وبعدين في حاجه مهمه جدا، هل اللاعب النهارده لما بيلعب في المستوى ده برجليه، هل هي كره القدم بتتلعب كده في المستوى الراس ولا بتتلعب تحت بالرجل؟ دي مهمه جدا جدا. انا معاك ان اللاعب لم يقصد ابدا وما شافش اللاعب، ولكن انا العبره هنا بالحدث، لان زي ما قلت الحدث هنا فرض نفسه، وبالتالي هنا الحكم لم يتردد في اشهار البطاقه الحمراء، لان الوجه هنا بنقول منطقه حساسه جدا جدا، ويمكن القانون شرع القانون فيها ان لما يبقى فيه استخدام قوه زايده في الوجه لابد اشهار البطاقه الحمراء فورا، وده الحكم عمله، والفار اكد الكلام الحكم في اتخاذ هذا القرار. تقريبا يا كابتن ناصر في نفس الوقت كان في لقطه مماثله لمباراه الميلان امام بورتو، وكان في لقطه لابراهيموفيتش تقريبا بنفس اللقطه رافع رجله بمستوى عالي جدا واصاب لاعب بورتو، ولكن في هذه الحاله يعني اشهر الحكم البطاقه الصفراء لابراهيموفيتش، بالرغم من ان بعض الناس او بعض المحللين قالوا ان يمكن ابراهيموفيتش كان شايف كويس قوي في اتجاه اللاعب ورفع رجله بهذا الارتفاع، في حين ان جريزمان ما كانش شايف ولكن برضه كان في ارتفاع في القدم. شايف تحليل الجزئيه دي ازاي؟ نفس اللعبه، يمكن ابراهيموفيتش كمان كان في المواجهه، يمكن حكم اشار البطاقه الصفراء وعلى الجانب الاخر اشار البطاقه الحمراء. تمام كابتن هاني، حضرتك قلت كلام جميل جدا جدا. اللعبه دي خدت جدل كبير يا كابتن هاني، البعض قال حاجه مهمه، قال ان اللاعب هنا كان عنده نيه لعب الكره. يعني اللاعب اللي هو ابراهيموفيتش عنده نيه لعب الكره، وفعلا هو قبل ما الرجل تصطدم بالوجه كان هو تقريبا لمس الكره الاول، ولكن السؤال زي ما حضرتك قلت هنا، هو هنا شايف كويس قوي قوي اللاعب، وهو شايف ان هنا لابد انك انت هنا تتعامل مع الكره مش بالقدم، ممكن تتعامل بالراس او باي شيء ثاني غير القدم، وهنا بنقول ان الحكم هنا اخطا في اشهار البطاقه الصفراء،
وكان يجب ان هو يتم اشهار الطاقه الحمراء، لان الواقعتين بالظبط كابتن هاني الاستردات رايحه في الوجه. وقلنا دي بصرف النظر عن نيه اللاعب سواء كان عاوز يلعب او ما لعبش، انا هنا في العبره في النهايه ايه؟ ان هل اللاعب استخدم اللعب العنيف في المخالفه ولا ما استخدمش اللعب العنيف؟ وقلنا الوجه هنا هو دي المشكله، ان هي الكره جت في الوجه. الحكم هنا اخطا في اشهار البطاقه، وبالتالي هنا اجمع الخبراء تقريبا على ان دي تستحق البطاقه الحمراء، ويمكن ده قرار اصعب من القرار اللي هو اللي فات. يعني اللي فات ده كان صحيح قرار سهل، ولكن دي كان لابد اشهار البطاقه الحمراء مباشره في هذه الحاله. طيب كان في كمان حالتين، يعني حالتين ضربات جزاء، ضربه جزاء لصالح ليفربول واتحسبت، وكان في ضربه جزاء حكم يعني الحكم حسبها لصالح اتلتيكو مدريد، ولكن بعد العوده للفار تم الغاء ضربه الجزاء لصالح اتلتيكو مدريد. برضو رايك الفني في ضربتي الجزاء كابتن؟ كابتن هاني لو نلاحظ في ركله الجزاء الاولى اللي تم احتسابها لنادي ليفربول، هنلاقي ان الحكم في تمركز اكثر من رائع، وعنده زاويه رؤيه مفتوحه تماما لمشاهده الحدث، وبالتالي هنا لاعب المدافع هنا اهمل في المنافسه على الكره مع لاعب ليفربول، وارتكب مخالفه تستحق ركله حره مباشره. لما بنقول ان هي داخل منطقه الجزاء بيتم احتساب ركله جزاء، لم يتردد نتيجه التمركز ونتيجه صحه القرار ونتيجه زاويه الرؤيه الواضحه ليه في احتساب المخالفه، وبالتالي انا شايف هنا ركله جزاء صحيحه لنادي ليفربول. وزي ما قلت هنا الفار هنا عمل كونفيرم على القرار، يمكن هو ما راحش شاف صحيح، لكن اكد على طول في الملعب قال له تمام قرارك كان قرار سليم والمخالفه موجوده بحسابات الجزاء. طب نيجي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لصالح اتلتيكو مدريد، الحكم حسبها وكان في جزء بعض الثواني الفار كان بيراجع، ولكن اعتقد كمان بعد مراجعه حكم الفار استدعى الحكم لرؤيه ضربه الجزاء بنفسه والحكم النهائي يكون ليه. يعني ممتاز يا كابتن هاني، وبحييك طبعا. الاربع لقطات هم اربع لقطات المباراه تقريبا هم اللي يعتبروا الاخطاء اللي هي كانت مؤثره في نتيجه المباراه. احنا قلنا دايما الحكم يا كابتن هاني عندما يتخذ القرار الصحيح لابد ان يكون هناك عوامل نجاح لاتخاذ القرار او مفتاح القرار، ومفتاح القرار قلت انا في الحاله الاولى هو تمركز الحكم الصحيح واخذ زاويه رؤيه، لان هو عشان يشوف الحدث لابد ان هو يكون قريب فتح زاويه رؤيه. هنا البدايه كانت بدايه خاطئه من حكم المباراه عندما لم يتوقع الحدث، وبالتالي كان سن بعيد شويه، ما كانش عنده الزاويه الواضحه جدا 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 ان هو يشاهد الحدث، وبالتالي هو اعتمد على حاجه واحده بس كابتن هاني، على الحس التحكيمي. اعتمد على الحس التحكيمي واعتمد على شكل الحاله. في حاله السكوت المهاجم اتلتيكو هو هنا خد بالحس التحكيمي وشكل السقوط، ولكن لم ياخذ بالتفاصيل الدقيقه للحاله ذات نفسها. فهو لما حسب هنا كان حسب عن تمركز سيء، ثم لم يوجد عنده التفاصيل الكامله للحدث، وبالتالي هنا الفار هنا لابد النهارده احنا قلنا في ركله الجزاء لابد ان الفار بيشيك وبيشوف القرار الحكم صح او. هنا اللاعب عامل ايه يا كابتن هاني؟ اللاعب المهاجم كان ذكي جدا جدا يا كابتن هاني. هو حس ان في تنافس على الكره من اللاعب المدافع، وبالتالي هو استغل التلامس ده، ثم بناء على التلامس عمل صنع الوقوع، هو اللي صنع الوقوع المهاجم. يعني عندما يكون المهاجم يحس ان المدافع جاي يعني يحتك بيه، بيستغل هذا التلامس ان هو يعمل السقوط مصنوع عشان يحصل على ركله جزاء. الحكم هنا احتسب ركله جزاء انا اعتقد ان هي غير صحيحه بالمره، وزي ما قلت ان الحدث الحاله ضعيفه جدا، التلامس كان بسيط جدا جدا، هو اللاعب اللي مثل وخلى شكل اللعبه كويس. هنا الفار طبعا دوره كبير جدا جدا لما جاب الحكم وجاب له البوينت اوف كونتاكت اللي هي لحظه التلامس اللي هي لا تستحق ركله جزاء، وبالتالي هنا رجع الحكم وغير قراره، وكان قرار الحكم والفار كان قرار صحيح في هذه الحاله. كابتن ناصر طبعا دايما بنتمتع برؤيتك الفنيه، وبنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في المحترف. شكرا جزيلا كابتن ناصر. لسه في طبعا محترف، ولسه في مجموعات كتيره جدا، وبطوله اوروبا والتشامبيونز ليج والاطاره والمتعه هنتابعها بعد الفاصل.